والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني طال عمرك الحين الميت لما يموت قريب مثلا لي وازوره بعد شهر في قبره مثلا ادعيه لو زي كذا، لكن اذا قريت عنده قرآن هل يصل ثوابه او اهديه اليه يوصل الثواب اللي عنده؟ طيب شكرا لك بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. واما السؤال الثاني قراءة القرآن عند الميت، قراءة القرآن عند الميت أو في المقبرة بدعة لا أصل لها، لأنها لم يرد بها دليل، إنما الذي ورد الدعاء للأموات، السلام على الميت المعين والدعاء له خاصة، وكذلك السلام على أهل المقبرة من المسلمين عموما، هذا هو السنة. نعم.